معانا على تليفون الفنانة الكبيرة فادية عبد الغني من نجوم المال والبنون. مدام فادية أهلا بيكي. أهلا 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 حبيبتي. أهلا يا عمري، إزي حضرتك؟ كنا نتمنى وجودك لولا وجودك في شرم الشيخ. أيوه فعلا، أنا ألف والله فعلا كنت أتمنى فعلا إني فظيعة موجودة. كانت حلوة. بصي بصي، شايفة يا فادية، بقول لسه بقول فادية عبد الغني مدام رجاء قالت فظيعة، والحاج رشوان قال لك هايلة. طبعا على دور من أحلى الأدوار. كلمينا بقى عن دورك يا فادية في المال والبنون. حبايبي ربنا يخليكوا ليا. لا طبعا انا هو الدور ده الحقيقه من الادوار اللي علامه في حياتي الفنيه، وبصراحه ربنا يعني انا يعني ازدي هذا يعني الجميل للمخرج وللكاتب الكبير ولزملاء اللي تعاملنا كلنا مع بعض كأصدقاء وكأسرة واحدة. وكان عمل فعلا من بداية ما اشتغلنا فيه لغاية ما انتهى، وإحنا أنا يعني كنا بنبقى فرحانين وإحنا رايحين اللوكيشن عشان نعمل العمل ده، لأنه كان مكتوب بدقة شديدة وكل شخصية مرسومة بشكل حلو قوي، كل شخصية بتتكلم باللغة المناسبة ليها. الأستاذ مجدي أبو عميرة طبعا برشاقة الفنان والسهل الممتنع الجميل، يعني عمل يعني بصمة في تاريخ الفن بالمال والبنون، وغيره طبعا من الأعمال الكتير، لكن فعلا المال والبنون من الأعمال الجميلة اللي فعلا هو ليه فضل. طب دورك انت بقى في المال والبنون يا فادي، احكي لنا عليه بقى، اتعاملتي معاه ازاي وذكرياتك ايه مع المسلسل وكواليس المسلسل؟ دوري الحقيقة هو يعني كان مكتوب كويس قوي، وكل الأدوار كانت مكتوبة طبعا بشكل جميل جدا. أنا الحقيقة الشخصية كانت جديدة عليا، وحسيت أن الست دي بتجمع ما بين الأمومة والطمع في الحياة، يعني حاسة أنها عايزة تعمل كل حاجة، ولحرمانها من أنها تعلمت، ولحرمانها من أن هي عايشة حياة بسيطة مع عبادة العقاد، فكان وشايفة أخواتها طبعا عايشين في سرايا وكلهم متعلمين وكلهم خدوا فرصهم في الحياة، هي الوحيدة اللي حاسة أن هي ضئيلة بالنسبة لهم، فكانت عايزة تحس أن هي لا بالفلوس أنا ممكن أبقى أحسن من كل دول، وعوض اللي أنا ما خدتوش من خلال العلم ومن خلال أن أنا أتعلم وأكمل تعليمي أو أخش جامعة أو يعني أخد قسط من الثقافة والعلم يعني. فالحقيقة الشخصية كانت مرسومة بشكل جميل جدا، الكتابة نفسها والمخرج يعني والعمل ككل كان فيه كان منسوب بشكل حلو قوي. فالحقيقة أنا بعتبر الشخصية دي من الشخصيات اللي حطتني على أول أعتاب النجومية. معلش أنا بس عايزة أقول لك على حاجة، أنا عاوزة أرحب بكل الناس الجميلة اللي موجودة معاك، لأن أنا يعني فعلا فرحانة جدا إن أنا في وسطهم النهاردة، يعرف الواحد بيكتر الذكريات الجميلة اللي كنا بنعيشها مع بعضينا في اللوكيشن. فأنا فعلا يعني أصعب مشهد يا فادية كان إيه بالنسبة لك في المسلسل؟ أصعب مشهد؟ مشهد مواجهة الابن يعني ابني الكبير اللي هو سرق الفلوس من جوزي أو من المحل بتاعي وخباه، ورحت عشان أسترجع أو يعني أسترجع الفلوس دي وأتحايل عليه، ولقيته قاسي جدا عليا. المشهد ده من المشاهد الفظيعة يعني، أنا شخصيا بحب المشهد ده قوي وبحب أتفرج عليه كتير يعني. أستاذ مجدي عايز يفتكر ذكرياته معك في المسلسل، إيه ذكرياتك مع فادية في المسلسل؟ لا هي فادية مساء الخير يا فادية. مساء الفل حبيب قلبي، ربنا يخليك. هي صالت وجالت في الجزء الثاني بجد، لأن حجم الدراما في الجزء الثاني فوزية فراويلة بقول صالت وجالت، وعملت مشاهد كل مشهد أحسن من التاني، مشاهد سخنة، مشاهد فيها دراما عنيفة، مشاهد مواجهات، فما أقدرش أقول أنهي مشهد لأن عملت كل المشاهد باقتدار بجد. ربنا يخليك، ده أنت الأستاذ كبير والله بجد، والله بجد يعني أنت فعلا
سالي الممتنع، تقود مسيرة العمل فعلا بشكل سلس جدا وببساطة ومن غير تعقيدات، وكان في نوع من التعاون بينك وبين كل فنان في العمل. يعني كان انت بتحب، كنت حابب الممثلين بتوعك وحابب الورق وحابب العمل، وكلنا كنا حابين العمل. فكان يعني فعلا عمل عايش وهيعيش وهيفضل عايش طول العمر. شرفتينا ونورتينا الفنانه الكبيره فاديه عبد الغني، سعداء بوجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا ليك. مثيل حضرتك، مثيل حضرتك. انا بس عايزه برضو اشارك في الراي برضو، ما انا يعني الحقيقه كنت شاهد عيان. الحقيقه يمكن كتير من السادة المشاهدين ما يعرفوش ان المسلسل ده لما كان بيتعرض في رمضان كانت الشوارع بتبقى فاضية. واذكر ان في يوم من الايام رحمة الله عليه اللواء محمد الناظر مدير مرور القاهرة ارسل رسالة للاستاذ ممدوح الليثي رئيس قطاع الانتاج، قال له بنشكرك جدا ان المرور الحركة المرورية كويسة في رمضان نتيجة ان المسلسل المال والبنون في التوقيت ده بالذات تحديدا لما قعدوا يدوروا لا وده مسلسل المال والبنون. فكانت في مسلسلات بتقعد الناس في البيت ما بيخرجوش، ما كانش في ساعتها بقى سوشيال ميديا ولا يوتيوب. هو المسلسل يا اما تتفرج عليه تلحقه يا اما مش هتشوفه تاني ولا حتى كان في اي وقت تاني. يعني سلوى، ايه الشخصيه اللي كنت تتمني تعمليها في العمل ده بعد ما اتعرض عليك او بعد ما اتعرض نفسه بعد ما اتعرض؟ يعني لما شفتيه قلتي كان نفسي اعمل الشخصيه دي. فوزيه فراويله. هي طبعا عاملاها جميله جدا جدا. حجالك كده وانت في المسلسل يقول لك ايه يا استاذ ما تديني، لا 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 جربني بس خليني اقرا لك واوريك. لا ده سلوى من الناس الملتزمين جدا يعني. لا لا هي ممكن تكون شخصيه غنيه جدا فوزيه فراويله، بس هي كان راكب عليها سيده الغلبانه المظلومه المقهوره المغلوبه. كان زمان يا بيه، زمان دلوقتي بقت ما شاء الله واخده حقها تلت ومتلت. لا والله بس انا بحب ان الممثل ياخد حاجه عكس اللي الناس شايفينه فيها. صح صح. يعني انا ليه بقول فوزيه فراويله؟ لانها عكس تماما عكس سيده. عكس سلوى كمان. عكس سلوى وسيده. عكس الاثنين. فده بتبين هنا انت ايه اللي جواك وايه تقدر تعمله كممثل والتغيير اللي ممكن تعمله. لكن لما بتبقى في نفس الشخصيه يعني مش عارفه، بتحس انك انت في حاجات لسه جواك عايز تعملها. احمد، اصعب مشاهد بالنسبه لك في المسلسل كانت ايه؟ لا هو المسلسل كله كان حاله جميله جدا. احنا يعني كشباب صغير كنا لسه بنبتدي، واقفين جنب العمالقه دول في مسلسل اوريدي مستوى المشاهده بتاعته رهيب. كنا بنبقى خايفين طبعا كل مشهد، المشهد هيطلع ازاي. والشيء اللطيف الناس ما تعرفوش ان كل المسلسل تقريبا يعني صورنا وجينا في رمضان بقينا بنشتغل لحد تقريبا اخر رمضان، وكلنا قاعدين في الاستوديو، كان تصوير معظمه كان في الاستوديو، كانت الحلقة تخلص على الهواء وتتذاع. فكان بينا روح جميلة جدا بين كل الأساتذة الكبار دول اللي احتضنونا كجيل جديد، وكانوا دايما يقعدوا يقروا معانا المشاهد عشان نطلع بأحسن شكل، لأن مفيش فرصة بقى خلاص للإعادة. مين الممثل انت عتلت همه لما هتمثل قلت هقف قدامك؟ رحمة الله عليه وحيد سيف، ده احنا كلنا كنا بنحمل هم المشهد اللي هو فيه. انا فاكر كان في مشهد على السلم، هو كان طالع طبعا طبال بقى وغاوي بقى يعني سهر ومزيكا وبتاع، فكان تون مختلف طعم تاني خالص غير كل شخصيات المسلسل. وكان المشهد اللي بيجمع معظم الممثلين معاه ده كان بيبقى ضحك، ما كانش بيتصور من اول مره خالص. فكانت ذكرى حلوه جدا، الواحد بيتعلم من الاساتذه دول كلهم في مكان واحد، زي ما تكون مدرسه على مدار مثلا 3 شهور، اخرهم كمان شهر رمضان احنا بنشتغل وبنذيع على الهواء. زي ما انت قلت كانت الشوارع فعلا كانت بتبقى فاضيه، كله مستني المسلسل. ومن الحاجات الطريفه برضو اللي بذكرها، الناس كتير جدا تقابلني في اللجان، مثلا حد ظابط يوقفني فأنا فاكر هيشوف الرخص او يقول لي انا عايز اقول لك على حاجه، اقول له اتفضل. بعد ما يعني يشوف الرخص وكله تمام يقول لي انت عارف انا دخلت الشرطه ليه؟ اقول له ليه؟ يقول لي عشان اتفرجت على دورك محمود ابن السول شرابي في المال والبنون، وحسيت ان انا نفسي اطلع ظابط شرطه من كتر الحاله الجميله اللي انتوا كنتوا عاملينها عن طالب الشرطة وعن فرحة أبوه بيه وفرحة أمه بيه وإزاي هم عايزين يشوفوا أمل العيلة دي. فناس كتير جدا جدا بقابلهم الحقيقة يقولوا إحنا دخلنا شرطة مخصوص عشان المال والبنون الضابط ابن السول شرابي. مجدي أبو عميرة في عام 92 عامل مسلسل، مخرج جديد رئيس قطاع الإنتاج الأستاذ ممدوح الليثي جابه عشان يخرج مسلسل وسط 2 فطاحل، الأستاذ إسماعيل عبد الحافظ بيخرج ليالي الحلمية، استاذ يحيى العالمي بيخرج رأفة الهجان. عملت ايه؟ ما خفتش؟ ويقول لك خد المال والبنون وده هيتعرض في رمضان وسط الاثنين دول. ايه بقى؟
عملت ايه وكان شعورك ايه وقلقت ولا لا أو. اولا كنت قبلها بسنه انا فاكر والله على باب اربعه على باب اتنين في التلفزيون كنت بعمل مسلسل الامام الطبري مسلسل تاريخي ديني. فاول حاجه بقى هعملها فالاستاذ ممدوح قال لي انت لازم تبقى قد المسؤوليه المسلسل ده متكلف 1,000,000 جنيه اللي هو الطبري ساعتها كل المسلسل بقى بالممثلين بالتكلفه الاجماليه كلها. فعملت الطبري والحمد لله نجح وبناء على نجاح الطبري كان ترشيحي للملبورن لكن كنت مرعوب جدا طبعا وفي ذات الوقت هذا الرعب كان والقلق كمان كان محملني مسؤوليه ان لازم طبعا النجاح من عند الله سبحانه وتعالى. ف والاجتهاد برضه والاجتهاد وشغلك فالحمد لله. وتعليقا على كلام احمد كمان دكتور عمرو ان يعني في الملبورن الجزء الثاني كمان طبعا المسلسل كان بيتذاع لكل الدول العربيه متباع يعني انا اذكر في الحلقات الاخيره ان ما كناش بنلحق لان كان بيسافر الشرايط بتسافر في الطياره مظبوط فكان بتتبعت الحلقات في القمر الصناعي مظبوط وكان في تهافت شديد من الدول العربيه. حاج رشوان يعني ليا سؤالين. السؤال الاولاني اكيد حضرتك والفنانين بيشتغلوا معاك ايوه ايه وبيسالوك راي يعني الاستاذ بقى لما يعني يعطي نصايح مين اكتر ممثلين كانوا موجودين كانوا يحبوا يسمعوا منك نصيحه في اثناء التصوير؟ انا طبيعتي من وانا شاب صغير علاقتي بالممثلين الشبان لان انا ما كنت اروح اشتغل في المسرح القومي وانا طالب في المعهد كنت اتمنى ان الاستاذ حسن رياضي يسلم علينا او يعرف اسمك او صنع سرحان او عشان كده انا في عملي الفني كنت بحب الشباب الصغير ولذلك يعني انا هسيب المال والبنون لان ده هرجع لنور الشريف رحمه الله عليه واحنا بنعمل الشوارع الخلفيه التصق بيا وكان لسه هيخش المعهد فهو قال في برامج الاذاعه وفي التلفزيون وما يطلع لهم انا مش راجل طيب اتودد اليه الا رشوان توفيق. فعلاقتي انا عموما بلا استثناء مع جميع الممثلين يعني كلهم يحبوني بفضل الله سبحانه وتعالى. العلاقه بيني وبينهم يعني بعتبرهم ولادي. لكن في حد كان يجي يسالك في المال والبنون يقول لك مثلا يا استاذ رايك في البروفه كنت كويس؟ في المال والبنون الممثلين كانوا عتاوله في الجزء بتاعي. طب ايه اهم ماستر سين بالنسبه لك؟ انا بقول مشهد اللي عمله الاستاذ مجدي ابو عميره بعد النكسه. بعد النكسه اتعمل مشهد ناريشن فرش الكتب بتاعت الدكتور امام في الارض وعمل المشهد ليل وانا حتى بالنسبه لي في المشهد ده بالذات يعني ما لبستش كرافات ولبست بدله غامقه لاني الاستاذ عبد القوي جلال عبد القوي كتب مشهد رهيب مونولوج من اروع ما يمكن انت عملته بلاي باك يا استاذ ايوه ناريشن كده ناريشن ده انا بعتبره من المشاهد الخطيره جدا في المسلسل. معانا على التليفون طب قول الو انا كنت قول الو 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 ايوه مساء الفل يا استاذ مساء الجمال جمال يا ملك حبيبي يا ابو حميد يا جميل العزيز يوسف عباس الضوء الاستاذ يوسف عباس الضوء الشهير باحمد عبد العزيز منورنا. ازيك يا ابو حميد؟ الله يخليك. ازيك يا عمرو؟ نورتنا ربنا يخليك انت جميل يعني هتحتلي الفرصه الجميله دي ان انا اسلم على بابا رشوان ابويا الروحي والاب الثاني ليا حقيقه زي ما قال من شويه كل الممثلين بيعتبروا رشوان توفيق فعلا اب ليهم. واسلم على الاستاذه الجميله رجاء حسين الاستاذه الفنانه العظيمه اللي منوره الدنيا. بتقول حبيب قلبي احمد حبيب قلبي اهو حبيب قلبي طبعا حته ممثل عبقري. واسلم على الزميله والصديقه سلوى اللي منوره
وعلى الاستاذ الفنان الجميل الشاب احمد شاكر عبد اللطيف. ذكرياتك ايه بقى يا ابو حميد عن المال والبنون وانت كنت يعني من نجومه الجمال؟ والله ده عمل. وحكايتك ايه مع مجد ابو عمير؟ عشان برضو احنا انا في كيمياء بينك وبينه انا مش فاهمها قوي كده، عايز افهم سرها ايه. انا ربما برضو مش فاهم الكيمياء دي، انما في حاجه بيني وبين مجد ابو عميره خاصه جدا وحلوه جدا. وانا ببقى في الشغل مع الاستاذ مجدي ببقى منطلق ومحلق ومستريح من جوه وبدي احسن ما عندي فعلا. لا انت استاذ في المال والبنون. اصعب مشهد عملته ايه يا احمد في المال والبنون؟ كان صعب بالنسبه لك مستر سيف؟ مشهد الاسر. ده كل المشاهد. مشهد الاسر بعد نكسه 67 واسر يوسف عباس الضو وتعذيبه ورفضه التام لانه يقول اي حاجه وبيعلنها بصراحه. عباس الضو بيقول لا، والسبع آلاف سنة حضارة بيقولوا لأ. مشهد من أبدع ما كتب محمد جلال عبد القوي، ومن أحلى وأصدق ما أخرج الأستاذ مجدي أبو عميرة. وأنا يعني الحمد لله في العمل ربنا وفقني، وربنا بعت لي قبل تنفيذ المشهد بيوم أحد أسرى الجيش المصري في 67 بالصدفه البحته، وكنا في رمضان وبنتسحر في خيمه رمضانيه وقابلت هذا الرجل رحمه الله عليه، يعني وكان ضابط في الجيش، وقال لي ان هو كان من اسرى 67. فيعني قلت له ده انت ربنا بعتك ليا دلوقتي، ده انا عندي مشهد بكره كذا كذا. وقعدت بقى خدت وديت معاه في الكلام. الحقيقه ده كان يعني توفيق من ربنا بشكل كبير. يعني احنا عايزين حلقه نتكلم عن يعني علاقتي بمجدي ابو عميره كمخرج، كمخرج استاذ. انتوا كلكم عايزين حلقات كل واحد لوحده، كلكم كلكم قمم يا استاذ احمد. والله استاذ رشوان توفيق تاريخ طويل عريض، ربنا يديله الصحه. صحيح، ربنا يديله الصحه والعمر الطويل ويمتعنا ونبقى قاعدين في كنفه، لانه احد الرموز الكبيره في الفن المصري. صحيح. احد الفنانين المحترمين اللي بيعلموا الاجيال اللي بعدهم واللي بعد بعدهم حاجات يعني جميله. صحيح صحيح. انا بشكرك انك انت كنت معانا، ويعني دايما اتمنى لك كل التوفيق ونجاح نجمنا الكبير الفنان احمد عبد العزيز. شكرا يا استاذ عمرو، ومره ثانيه تحياتي لكل ضيوفك. شكرا جزيلا.